بون شيات بغيت ندير مبسس الوغ انا ندير فيه 3 عبار تاع سميد متوسط شويه تاع الملح وهنا درت 250 غرام تاع 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 دهان ذوبته في الميكرووند وزدت عليه صافي 250 جاتني هنا وكملته بالدهان كملتها بالزيت عفوا ونزيد عليه شويه تاع سكر ومع 3 عبار تاع سميد متوسط Thank you.
دروك غادي ندير معكم ان غراتان تاع اللوبيا خضراء. الوغ غادي نجيب اللحظه تاعي. راح ندير عليها شويه تاع الملح وراح نخليها تطيب. بعد ما تطيب راح نقلي الفيونداشي تاعي بالبصله وكاع نورمال. ومن بعد تبغوا تزيدوا معها البطاطا زيدوا معها بطاطا مقليه. انا غادي نديرها جوست غير لوبيا خضراء، يعني غير لوبيا خضراء غادي نزيد معها. راح نديرو ثوم فوق البصله تاعنا، راح نخلو كميه ثاني من بعد اللوبيا الخضراء بعد ما طيب. الوغ هنا راح نديرو لا بيشاميل كاسرونه. نزيد شويه الحروف هنا في البيشاميل تاعي، كاين الحروف نجيب لافارين بون شيت. بعد ما نطيب في اللوبيا الخضراء راح نقلع كميه صغيره باش ندير معاكم الوجبه تاع بنتي الصغيره كاول وجبه ليها. راح نبارطاجيها معاكم ان شاء الله، يعني ندوقها برك. ما تعرفوا بيبي تاع 4 شهور ما غاديش ياكل، يعني ميم با نص مغرف صغيره، يعني برك ريحتها غير بصباعكم وتذوقوها. راح نبارطاجي معاكم ان شاء الله ثاني وصفات، تخلوا لي في الكومونتير تاع الاطفال الصغار اللي يبداو ياكلوا ان شاء الله. راح نوريكم اي حاجه نديرها ان شاء الله راح نبارطاجيها معاكم. با هاي هو دا الفيونداشي تاعي. بعد ما طاب درت الفيونداشي بصله شويه تاع الثوم اون بور، وانا نبغيه بزاف الثوم والملح والحرور، وقليتهم. بعد ما دابوا كيما كنتو تشوفوا غادي نخليهم دو كوتي. هنايا درت لا بيشاميل تاعي، هي دي واجده لا بيشاميل، شويه تاع دهان مع فرينه قليتهم نطبق تشوفوا يعني هيودا باش تشوفوني ايا، وشويه تاع حرور وشويه تاع ملح. وبعد ما طابوا زدت عليهم الحليب، وكي تحصلت على قوام متجانس طري مثل هذا سيدتي راح نخلي. درت فيه شويه تاع فخوماج غابي تشوفوا راه يتعسل، وراني قرعت في اللوبيا تاعي طيب باش نديروا الكراتا. بون شيت درت اللوبيا خضراء تاعي من تحت، ودرت الفيونداشي اللي قليته، ودروك درت لا بيشاميل، وهنا غادي ودروك غادي ندير فرماج غافي، ومن بعد ندخله او فوق. تبغوا تزيدوا فيه البطاطا، تبغوا الفيونداشي تزيدوا فيها لي كاروت طحنوا الزروديه باش ياكلوها ولادكم. ولي ما عندهاش فرماج غابي تقدر تعاودها بحبه تاع بيض في لا بيشاميل راهي تحمر لكم عادي من فوق. فوالا راح ندخله فوق. اي فوالا مون غراتان هو هذا واجد، وني جيعانه شهيدكم في الجنه. تبغوا تزيدوا فيه بطاطا كيما قلت لكم. فوالا مونشيرت هنا بعد ما طاب درت في الطحانه نورمال طحنته، درت معاه هذاك الماء اللي طافي، وزدت معاه شويه تاع كريستالين يعني الماء تاع كيما نقولوا ايفريت عيده هكا ايا، وقزه قطره تاع زيت الزيتون برك. وراح ندوقها، يعني هذه الكميه راهي بزاف راهي بزاف، يعني ندوقها برك. هذه هي اللي هذه هي الغوبه تاع بنتي، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، وهذه هي.